المدينة خانزة غير نظيفة. لا ما يمكنش نقول مدينة البيضاء الآن مدينة الدار البيضاء، حتى كان هناك قبل سنوات خطاب ملكي قال بأنه مدينة التناقضات، وصفها بأنها مدينة المال والأعمال، ولكن الأوساخ والأزبال كنجيو من بعد هذه المدة كاملة وكنقدروا نعطيو نفس الأوصاف. الآن مدينة متسخة، لا يمكن نحكموا على هذه التجربة الجديدة إلا بعد تطبيق هذه الضفات. الشركات الجديدة، الشركات الآن يلا بدأت، باقي ما بداتش، الشركات غتبدا في مارس. واش من دابا كنحكموا عليها بهذه الأوصاف؟ اللي خصنا نقولوا أنه فعلا الصفحة القادمة في التشخيص متفقين عليها جميعا، ولذلك اتخذنا القرار إنصاتا وتقاسما لهذه الأوصاف. فلما اتخذنا القرار وقفنا التجربة السابقة بجرأة فعلا باش نفتحوا صفحة جديدة، الصفحة الجديدة ستبدأ في 2019. طيب في هذا الإطار، في هذا الإطار، في هذا الإطار، في هذا الإطار، فوضتم والملاحظ في هذا الصدد بأنكم تم تفويض تدبير هذا القطاع هذا ديال النظافة والنقل اللي غنجيو ليه في المحور الثاني إلى التجمع الوطني للأحرار. واش هذا خوف أو تهرب من المسؤولية والخوف من الكلفة الانتخابية اللي ربما تكون مرتفعة إذا دبرتم هذا القطاع هذا؟ في الآخر غنسميوه في التجمع الوطني للأحرار، راه هو اللي ما عرفش يدبر. نحن لا نخاف من المسؤولية، أنا اللي مسؤول، أنا اللي مسؤول على اتخاذ القرار، وأشكر زميلي وصديقي نائب العمدة اللي عنده هذا القطاع، كان تعاونوا جميع، ما كاينش قرار بوحد، انا اللي مسؤول، الا كان اي مسؤوليه اتخذت فانا مسؤول، وبطبيعه الحال راه نائب العمدة مكلف. هذا ما عنده حتى شي اشكال من ناحيه العلاقه مع الفرقاء السياسيين، اللي كاين هو كان راه نقاش جماعي وتشخصنا الوضع. والان غادي نمشيو مع اليه ديال شركه التنميه المحليه اللي عندك تقوم بموضوع ديال الرقابه باليه متطوره، لي كاميو غيكون عندهم لوكاليز جيو لوكاليز بالجي جي بي اس باش كنعرفوهم. كاين عندنا منظومه سيستم دانفورماسيون، واحد المنظومه معلوماتيه اللي كيمكن المواطن جمعيه يمكن يرسل الى اي نقطه يمكن اللي كان عنده فيها يمكن يصيفطها بالتطبيق وكيتلقى الجواب فين وصل عليها، واي مخالفه للشركه ما التزمش بها كاين عندها في المقابل يعني واحد البيناليتي مع واحد الدعائر اللي كان على الورق في التجارب السابقه تي ديال جي بي اس، ولكن واش غيطبق؟ هذا هو السؤال. لا غيطبق، هذه مسؤوليتنا وانا مسؤوليتنا كمنتخبين، ولكن كذلك المواطن ادعوه. انا اشكرهم على التفاعل معهم الايجابي. خص الا كان شي خلل وشي اشكال، هذه الوسائل ديال رفع النقاط السوداء راه المهمه بالنسبه لي لتطوير الخدمه، خصوصا في الدوره اللي عندنا فيها الان يعني جزافي، تعود جزافي، اللي كيهمنا هي النظافه. الشركه ما بقاش عندها الان مبرر، كانت عندنا مبرر كيتكلموا على الكيلومتراج، كيتكلموا على الوسائل، الا عندهم التزامات باهداف ان المدينه تكون نظيفه.